يا عسل يا عزوز يا عسل يا عسل. ايه دي؟ عزة انا فاهم ان الصدمه كبيره، وانا اسف ان احنا سبناكي وخلينا في ملح. اخويا وجوزي. ايه ده يا عزة؟ ايه دي؟ ويا عزة يا عزة، اقسم بالله والله العظيم جوزك ما يستاهلش منك دمعه واحده، اقسم بالله ما يستاهل. ده خد الزفت وراح والله العظيم. انا عماله اسال نفسي ازاي انا ما كنتش واخده بالي كل ده ومش شايفاه على حقيقته. ده انا كنت زي الهطله بديله كل الفلوس والذهب وساعات من غير ما بيطلب. انا حياتي ليه كده يا ترى؟ انا ما عملتش حاجه يا عزه، اقسم والله العظيم انت ما هطله، والله انت ما هطله، انت زي الفل، انت زي الفل والله العظيم. ناس طيبة على نيات، صدقيني يا عزة، والله صدقيني كل حاجة هتتعوض، كل حاجة هتتعوض صدقيني. في حاجات ما بتتعوضش يا طارق، ولا الحب العائلي بيتعوض، ولا الثقة بتتعوض، ولا الأمان بيتعوض، ولا السنين اللي راحت بتتعوض. لا يا عزة، لا والله العظيم كل حاجة هتتعوض بالوقت، ادي بس لنفسك وقت، وانت مش لوحدك صدقيني. احنا بس لازم نخرج من دايرة الراحة اليسرية عاملاها لنا. يا ماما ما بتحبناش. يا عبيطة دي بتعشقنا والله العظيم بتعشقنا، واقسم بالله عزة، اقسم بالله اكتر واحدة بتعشقها انت، هي ما تحبش حد قدك. مدحت وحشني قوي. انا عارف هو هيخرج ان شاء الله، انا هروح اقابل بيه دلوقتي في الشركة وبعدين هروح اطمن عليه. يا عزة والله العظيم كل حاجة تبقى تمام، كله هيبقى كويس. أنا آسف إن أنا ما سمعتكيش، وآسف إن أنا ما كنتش مهتم بيكي، بس أوعدك والله العظيم كل ده هيتغير. أنا خايفة. يا عبيطة خايفة من إيه؟ أنا معاكي والله العظيم، أقسم بالله كل حاجة هتبقى زي الفل، كل حاجة هتبقى حلوة، وأنت هتبقى قمر. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية بتبدأ من 149 جنيه و99 قرش.